السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض أول دروسنا هو ظواهر كونية. بيضم الكون العديد من الأجسام السماوية، ومنها النجوم والكواكب والأقمار والمجرات والسدم والنيازك والشهب. أول حاجة نتكلم عنها هي النجوم. النجوم هي أجسام كبيرة الحجم، مضيئة ومتوهجة وبتشع ضوء وحرارة. أما عن خصائص النجوم، بتتكون من مواد غازية وبتختلف ألوانها حسب درجة حرارتها، فهنلاقي إن الأشد حرارة بتتلون باللون الأزرق، والأقل حرارة بتتلون باللون الأحمر، والشمس تعتبر هي أقرب النجوم إلى كوكب الأرض. تاني حاجة معانا هي الكواكب. الكواكب هي أجسام معتمة نسبيا، لا تشع ضوء ولا حرارة، وبتستمد ضوءها وحرارتها من النجوم. أما عن خصائص الكواكب، أول حاجة بتدور الكواكب حول النجوم بسبب الجاذبية أو بفعل الجاذبية في مدارات بيضاوية الشكل. ومن أمثلة الكواكب كوكب الأرض اللي بيستمد ضوءه وحرارته من الشمس. تالت حاجة معانا هي الأقمار. الأقمار هي أجسام معتمة بتدور حول الكواكب، وهي أصغر حجما منها وبترتبط معها بسبب الجاذبية. أما عن خصائص الأقمار، بيظهر القمر مضيئا على الرغم من أنه معتم، دليل لأنه بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. بعد كده هنتكلم عن المجرات. والمجرة هي عبارة عن تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع. وخصائص المجرات، تحتوي المجرة الواحدة على ملايين النجوم اللي بتفصل بينها وبين النجوم الأخرى مسافات كبيرة. والمجرات ليها ثلاث أنواع. النوع الأول المجرات البيضاوية، والنوع الثاني المجرات الحلزونية، والنوع الثالث المجرات غير منتظمة الشكل. تتكون مجرتنا التي تعرف باسم مجرة سكة التبانة أو الدرب اللبني من عدد كبير من النجوم، وبتنتمي إلى النوع الحلزوني. وسميت المجرة باسم سكة التبانة لأنها بتشبه التبن المتساقط في الطريق، وسميت باسم الدرب اللبني لأنها بتشبه اللبن المسكوب. خامس ظاهرة عندنا هي الصدم. والصدم هي عبارة عن مجموعة هائلة من الأجسام الغازية اللي بتظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. وخصائص الصدم، بتنشأ في غالبيتها نتيجة لانفجار النجوم. بعد كده هنتكلم عن النيازك. والنيازك هي عبارة عن أجسام صلبة مختلفة الحجم تحترق جزئيا عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض، ويمكن أن يتساقط منها أجزاء على سطح الأرض. خصائص النيازك، بتعتبر هي الجسم الفضائي الوحيد اللي يمكن أن يصل لسطح الأرض. ولما النيازك بتصطدم بالغلاف الجوي للأرض بتتحول لشهب، وبتحدث النيازك عند اصطدامها بسطح الأرض حفر عميقة ودمار شديد، وغالبا ما تسقط في مناطق غير مأهولة بالسكان. آخر ظاهرة معانا هي الشهب. والشهب زيها زي النيازك، ولكن برضه هي بتكون أجسام صلبة، ولكن بتكون أجسام صغيرة الحجم بتسبح في الفضاء حول الشمس، وعند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض بتحترق كليا. أما عن خصائص الشهب، فبتبدو لنا الشهب على هيئة سهام ضوئية، أو بتظهر على شكل سهام ضوئية بتجري وتسبح في الفضاء. وبكده نكون انتهينا من درسنا، على أمل إن شاء الله الالتقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.